مرحبا واهلا وسهلا فيكم بتشانل دوباره اسمي حمزه. هذا الفيديو هو حلقه من حلقات الهوم اوتوميشن سيستم، نظام التشغيل الالي للمنزل، هيك مفروض يكون اسمه بالعربي. حاحكي عن جهاز برودلينك اس بي 3 الذكي. بليز اشتركوا بالشانل تبعي واعطوني لايكس اذا حبيتوا الفيديو اكيد، واذا حبيتوا تشتروا هذا المنتج في لينكات موجوده بالديسكربشن سكشن تحت، عبره بربح شيء بسيط لاقدر كفي واعمل فيديوز اكثر، وانتم ما بيتغير السعر عليكم ابدا، بلا اوقات بيكون ارخص. برودلينك اس بي 3 او سمارت بلاك 3، يعني وصلت كهرباء ذكيه او وصلت فيش كهرباء ذكيه، المهم هالفيش الذكي بيركب بين بريز الحيط وبين اي اله كهربائيه حابب اتحكم فيها. عبر الاس بي 3 بالنص في اقطع الكهرباء او مشيها عن هالاله الكهربائيه، يعني في دورها وطفيها. هذا الشيء في اعمله من التليفون الذكي او يدويا. التطبيق اللي على التليفون بخليني اعمل كتير قصص، منهم انه حط تايمر او جدول زمني على اساسه الاس بي 3 بتتصرف اوتوماتيكيا مثل ما انا بعلمها، فرضا فيه خليها تدور الدفاية الساعة 8 الصبح، وكل هالشي فيه اعمله عبر الانترنت اذا كنت برات البيت او محليا عبر الواي فاي. خليني نفوت بتفاصيل اكتر. حبلش من العلبة اللي مكتوب عليها ومرسوم عليها التفاصيل الكافية لينفهم هيدا الجهاز شو هو وكيف بيشتغل. بقلبه بالاول في فلينة للحماية، بيرجع في دليل الاستعمال يلي هو صغير ومؤلف من 4 صفحات مكتوبة بالانجليزي، على الوجه بيشرح باستعمال الصور كيفية التركيب والاستعمال، ومن تاني ناحية مكتوب بعض التفاصيل عن الاس بي 3. واخر شيء عندي جهاز الاس بي 3. الاس بي 3 ديزاينه كلاسيك وحلو مش عاطل، وبتمشي على تطبيق اسمه الاي كنترول وبينزل على الاندرويد والاي او اس. بتتحمل الكهرباء تبعها لحد 16 امبير او ما يقارب 3300 واط تقريبا. لقدر ركب وبرمج واتحكم بهذا الجهاز لازم يكون عندي تليفون ذكي وراوتر واي فاي، يفضل انه يكون في عليه انترنت. اول شيء بعمله بنزل على التليفون تطبيق اسمه اي كنترول، في لينك موجود بالتفاصيل تحت حيكون لهذا التطبيق. بس ينزل التطبيق على تليفوني، بجيب الاس بي 3 وبحطها بحيالله فيش كهرباء او اهون فيش كهرباء علي حاليا، بس لبرمجها وجهزها. المهم انه يكون موقع الفيش بمطرح فيه اشارة واي فاي منيحة، بس حطها بالكهرباء. اذا كانت جاهزة للشبك بيكون الضوء سريع عم يضوي 3 مرات تقريبا بالثانية. اذا ما كان عم يضوي بهذا السرعة او اذا مش متأكدين من هيدا الشيء، بكبس على هيدا الكبسة البيضة اللي هون وبضلني كابس حتى تصير تضوي ازرق بسرعة. برجع بروح على التليفون بتأكد انه شابك على واي فاي تبع البيت بحالتي اللي هو بدي اشبك عليه الاس بي 3، وبفتح ابلكيشن الاي كنترول. بقلبه بكبس على فأسة البلاس اللي موجودة على يمين الشاشة فوق بالزاوية، وبنقي الخيار الثالث اللي بقلبه اللي هو اد ديفايس. بتفتح لي هيدي الشاشة اللي بقلبه هول مربعين. اول واحد اللي فوق مفروض يكون مكتوب اسم الواي فاي راوتر اللي عندي اياه بالبيت مثلا، وبتاني مربع مفروض حط الباسورد تبع هيدا الواي فاي راوتر، وبعد ما حطه في عندي فأسة العين هون ضلني كابس عليها لأتأكد انه كتبت الباسورد مزبوط. وبس خلص كل شيء بفقس على الكونفيجر اللي موجودة هون وبنطر تقريبا شي 7-8 ثواني. مفروض بأي لحظة تتغير سرعة ضوء الاس بي 3، مما يعني انه شبكت على الراوتر. وعلى التليفون بالاخر بوصل على الشاشة الرئيسية، ببين عندي ايكون جديد اللي هو سمارت بلوج يلي هي الاس بي 3. هلا بعد ما صار جهاز الاس بي 3 متصل براوتر الواي فاي صار فيه برمجه مثل ما بدي. اول شيء حاعمله هو انه بدي غير له اسمه. لاقدر غير له اسمه بكبس على الايكون تبع الاس بي 3 اللي هي حيكون اسمه باي ديفولت اس بي 3 او اس بي 3 اس حسب اي جهاز انا شاري. بس تفتح الصفحه الخاصه فيها، بقلبها بكبس على علامه الدولاب اللي هي علامه السيتنجز اللي موجوده على يمين اعلى الشاشه. بتفتح لي صفحه السيتنجز او الاعدادات. بقلبها عندي كتير خيارات ممكن اعملهم. حبلش باول شيء فيها اللي هي انه غير له اسمه مطرح ما بيكون مكتوب اسمه فوق، بكبس عليها وبسميها الاسم اللي بدي اياه. انا حسميها هيتر بما انه ححطها على مكنة تسخين المي، وحتى فيي غير لها الايكون، فيي صور مكنة تسخين المي وحط الصورة محل الايكون تبعها فوق واعمل سيف وباك. حكفي بشاشة السيتنجز واشرح شوي عن المعلومات اللي موجودة بقلبها وبشو بتفيدنا. اول وحدة اللي هي كرييت شورت كات، بتخلق لنا شورت كات على شاشة التطبيق الرئيسية في حال ما كانت موجودة الايكون. تاني وحده اللي هي لوك ديفايس. لوك ديفايس شغلتها هي انه بس نكبسها ونعملها اون ببطل اي حدا بنفس شبكه الواي فاي اللي نحن موجودين فيها بيقدر يشوف الاس بي 3 غير نحن اللي عاملينها او غير الهاتف التليفون اللي عامل لها اد لهيدي القطعه. ديسبلاي ستيت اللي هي بتورجينا حاله الاس بي 3 اذا دايره او مطفيه من التطبيق، ببين حد علامه خضراء اذا دايره وما ببين شيء اذا كانت مطفيه. الفيرموير ابديت لازم تفقدها من وقت لوقت لنشوف اذا في تحديث للفيرموير تبع الاس بي 3. هيدي التحديثات بتكون لتحسين التواصل بين الجهاز والتطبيق
لتفاعل احسن. الراندوم تايمر هو مؤقت عشوائي، مثلا اذا كان موصول لمبه على الاس بي 3 بتصير تطفي وتدور باوقات عشوائيه. هذا الشيء معمول للحمايه ضد السرقه، مثلا اذا كان في حدا عم يراقب البيت من بعيد بفكر انه في حركه بالبيت. Charging Protection هي لحماية الشحن من أي تلاعب كهربائي ممكن يصير. وإذا كان عنا جهاز SP3S يلي بيقدر يقيس مصروف الكهرباء اللي عم يقطع فيه، بيكون عنا Option زيادة Electricity Tariff. من هون منحط شو تعريفة كيلو وات الكهرباء، وإذا كان في وقت خلال النهار بترخص فيه هذا التعريفة منحط الوقت ومنكتب قد ايه بيصير سعر التعريفة. بما انه بلبنان التعريفة هي هي، فححط انا 0.13 اللي هي ما يقارب 200 ليرة. بس حط هذه التعريفة هون بصير قادر اعرف من التطبيق قد ايه القيمة المادية تبع المصروف الكهربائي لأي جهاز واصله على الـ SP3S. برجع بالباك على الشاشة الرئيسية بالنص عند الان والاوف لدور وطفي الجهاز منه دغري. عشمال تحت عند الهيستوري ستيت يلي بتعطيني اي متى دار وطفى هذا الجهاز بالتاريخ وبالنهار سابقا. على يمينه عندي التوقيت تبع الجهاز، يعني قد ايه الساعه بالجهاز. وعندي على يمين الان والاوف تايمر، اذا بفوت على تايمر بقلب تايمر في اعمل اد تحت، بقدر اعمل اد لثلاث انواع تايمرز، يعني ثلاث انواع مؤقتات. اول واحد هو الكاونت داون تايمر، يعني عد عكسي او عد تنازلي. ثاني واحد هو سكادجول التايمر، يعني في حدد النهار والساعه. ثالث واحد هو ريبيت التايمر، يعني هو شيء بينعاد فيك تخلي الجهاز يدور دقيقه مثلا ويطفي 3 دقائق. اوكي، حجرب الثلاث تايمرات. حاعمل اد تايمرز للثلاثه. حفوت على اول وحده اللي هي الكاونت داون، العد العكسي. بقلبها ببرفورم اكشن بنقي شو بدي يصير. انا حنقي اوف، والتايمر سيتنجز حنقي انه تطفي بعد ساعه وخمس دقائق، وبعمل سيف. ببساطه هيك ببلش العد العكسي، بعد ساعه وخمس دقائق بتطفي الاس بي 3. حجرب تاني تايمر اللي هو سكادجول التايمر. بس تفتح سكادجول التايمر اول شيء عندي بقلبه الان، يعني بنقي باي ساعه بدي اياها تدور. بفوت بحط الساعه اللي بدي اياها تدور فيها، وبرجع عندي الاوف كمان بكبس عليها. حخلي الان مثل ما هي على الساعه 15:21 دقيقه. حفوت على الاوف، في نقي انه تطفي بعد ساعه، اوكي بهذا الوقت، يعني الساعه 16 اللي هي 4:26 دقيقه بعد الظهر. اوكي، وتحت اخر شيء بالريبيتد بفوت على يا اما اونلي وان تايم بتصير، اللي هو اقرب وقت من هالاشياء. يعني مثلا اذا هلا الساعه 3 بتصير لتاني نهار، اذا هلا مش الساعه 3 بتصير بنفس النهار. اذا بدي اياها بنهار معين بفوت على الريبيتد وبنقي اي نهار بدي اياه، واذا بدي اياها تضل تصير هذه الشغله بنقي افري داي، يعني كل ايام الجمعه بترجع بتعيدهم، او في نقي الايام اللي بدي اياها بالجمعه تصير فيهم هذا الاكشن. انا حنقي نهارين. هلا في شغله، اذا ما بدي اياها تطفي مثلا بالمره بس بدي اياها تدور الصبح، في اعمل انتشك او شيل اكبس على الكبسه الخضراء اللي حدها لتبطل خضراء، ساعتها ببطل تمشي تاني خيار. يعني بتصير بس تدور الساعه 3:21 دقيقه او خلص، اذا ضلت دايره بتضلها دايره، اذا طفيتها بترجع بتدور الساعه 3:21 دقيقه. اوكي، بعمل سيف وبرجع بظهر لبرا. هلا حنقي، حاعمل اد ونقي ريبيت التايمر. بس تفتح بقلبها عندي السد period for cycle task، بقلبه بنقي من اي ساعه لاي ساعه بدي هذا السايكل يصير او هيدا الاعاده تصير. انا حخليها مثل ما هي على الساعه 15:26، وخليها توقف بعد ساعه، يعني على الساعه 16:46، ساعه وشوي. تحت هذا الشيء عندي set the period for continuous on off، انا بدي اياها تدور بهيدي الساعه 4 دقائق وتطفي 7 دقائق بس، وهذا الشيء بدي اياه ينعاد نهار التنين بس بهذا الوقت اللي حاطه انا فوق بالاول. بعمل سيف وانتهى البيان، ريبيت التايمر صار ماشي. مثل ما شايف بشاشة التايمر، كل نوع تايمر حده الايكون المميزه تبعه اللي بتميزه عن التاني لاعرف شو هو، مكتوب شو نوع التايمر حده. اذا برجع على الشاشه الاساسيه تبع الان والاوف بقدر شوف فوق كلمه الان او تحت التايمر، تحت البار تبع التايمر محطوط شو التايمرات اللي انا حاططها وشو توقيتاتها. هلا اذا بدي محي تايمر برجع بفوت على ساعه التايمرز او بفوت على شاشه التايمر قصدي، وبكبس كبسه طويله على اي تايمر بدي محيه، بيطلع لي دغري مسج بتسالني اذا انا بدي محي هذا التايمر او لا. وفي اعمل شغله تانية، اذا بضلني كابس كمان على تايمر تاني بيطلع لي مثل نوع سيلكشن، بقدر احط تشيك حد اي تايمر بدي محي واكبس على الديليت اللي تحت. ماشي، بكفي حكي عن تايمرز. هلا حانتقل للشيء اللي موجود بالاس بي 3S. يعني اذا عندنا جهاز الاس بي 3S بيكون عندي اوبشن زياده موجود حد التايمر، على يمين التايمر بيكون في عندي تاب اسمه ماي انرجي. اذا بفوز على ماي انرجي بقلبه بقدر لاقي
بالشاشة الأساسية تبعي اللي هي ما في غيرها بالمبدأ، عندي تحت كلمة باور ناو اللي هو تحتها بيكون محطوط المصروف الحالي اللي عم يقطع تبع الكهرباء بالوات، يعني قد عم تصرف الجهاز اللي واصله على الاس بي 3 قد عم يصرف كهرباء حاليا. وبالمربع اللي فوق الباور ناو بقدر اعرف تاريخ المصروف الكهربائي، البرنامات اللي فوق وحده بتمثل خلال 24 ساعة وحده بالجمعة الشهر والسنة، بقدر اعرف خلال 24 ساعة شو كان او كيف كان المصروف الكهربائي، او خلال الجمعة من الجمعة وبالطالع ببلش يقدر لي قد ايه الانرجي كوست، يعني قد ايه كلفة مصروف الكهرباء بالمصاري اذا حاطته من جوا، قد ايه كلفة الكيلووات انا اكيد، واكيد هذا الشيء بيعمله على الشهر وعلى السنة كمان. خليني احكي شوي عن المربع تبع المصروف الكهربائي او تبع تاريخ المصروف. بمربع ال 24 ساعة افقيا بتمثل الساعة وعموديا بتمثل بالوات قد ايه عم ينصرف كهرباء، فبتجي النقطة حسب بالساعة قد ايه انصرف كهرباء. بالجمعة أول شي فينا نقي أي جمعة من السنة، لنقول أنا نقيت الجمعة رقم 13، تحت أفقيا بتمثل الأيام تبع الجمعة، يعني جمعة سبت أحد تنين تلاتة، وعموديا بتمثل الكيلووات. فإذا بجي بتطلع أنا مثلا هذا مثل حاطه هون كنت وصل البراد على الاس بي 3، فنهار الأحد أنا صارف 19 كيلووات، نهار التنين كمان تقريبا 19، وبلش يطلع مصروفي نهار الجمعة وصل ل 23 كيلووات. نرجع ننتقل على الشهر كمان نفس الشيء، بالشهر افقيا عندنا ايام الشهر، يعني 1 2 3 4 لا قديش بيكون بالشهر، وعموديا عند الكيلووات بيجي بتطلع انا مثلا بواحد الشهر 23 كيلووات، بخمس الشهر مش صارف شيء، بواحد بسبعة الشهر صارف بحدود 31 كيلووات، وهيك بكفي كمان. واكيد عنا اخر شي السنة، فينا نشوف بالسنة كمان قديش بيكون صار التاريخ. انا ماشي انا مشيت عندي تقريبا شي شهرين، فبتعطيني بس شهرين من السنة اللي هن افقيا الاشهر وعموديا الكيلووات. مشيت بمارش وبابريل وبقية الاشهر اصلا بعدها ما وصلت لهم. المعلومات اللي بتتجمع عن تاريخ الصرف الكهربائي بتتخزن تلقائيا بالانترنت كلاود اللي خاصة بالاكاونت تبع التطبيق. بالمبدأ بعتقد غطيت كل شيء عن الاس بي 3 والاس بي 3 اس كسيتنجز واوبشنز، لانهم اكيد بضل في اوبشنز بيقدر يعملها التطبيق مثل الانتر اكشنز والسين. الانتر اكشن اللي هو التفاعل، والتفاعل بقدر استعمله اذا كان عندي سنسر من سنسرات برودلينك مثل الاي 1 يلي بيقيس جو الغرفه، يعني الحراره الرطوبه الضوء والصوت، او الاس 1 والاس 2 يلي هن اجهزه انذار مكونين من كاشف للحركه وكاشف للباب او الشباك. حجرب التفاعل باستخدام جهاز الاي 1 اللي هو السنسر. اذا بفوت على الاي سنسر من قلب الاي سنسر بيعطيني اول شي جوا درجة الحرارة الرطوبة وكل المعلومات اللي بدي اياها عن الغرفة، بفوز على علامة السيتنجز على اليمين وبقبس على انتر اكشن، من قلب انتر اكشن بفوز كمان على علامة الزايد اللي هي البلاس، وبلش بالخيار الاول اللي هو اف، فاف تمبرتشر اللي هو اول خيار صارت من نقة 23 ومن قلة go down to 23 يعني اقل من 23 اوكي. التايمر ما بتهمني لانه ما بدي اياه، بدي اياه دور دغري انا، فبنقي الاكشن اللي هي دان دان على الاكشن. بنقي اسم الجهاز اللي بدي اتحكم فيه اللي بحالتي انا مسميه الهيتر حاليا، بنقي الهيتر وبقول له هيتر اون ليدور وبقبس على سيف. هيك الانتر اكشن صار، يعني ساعتها اي ساعة بتصير فيها درجة الحرارة تحت 23 الجهاز لحاله تلقائيا بيدور، وفيه اعمل اي شيء بهذا السيناريو حتى في الا اذا صار فوق ال 24 او ال 25 خلي الجهاز يرجع يطفي فرضا. هاحكي بتفصيل اكثر عن الانتر اكشن، بس احكي عن جهاز الاي 1 والاس 1 والاس 2 بفيديوهات لاحقه. بعد في شغله زياده بدي احكيها اللي هي الانتقال من الابلكيشن اي كنترول لابلكيشن انتليجنت هوم سنتر اللي عملوها جديد برود لينك كبديل لاي كنترول. وهذا تطبيق من خلاله بصير فينا نتحكم بالاس بي 3 اس من خلال الصوت عبر امازون اليكسا وجوجل هوم. اليكسا turn on the heater. Okay. Turn off the heater. Okay. Hey Google. Turn on the heater. You got it. Turning on the heater. Hey Google. Turn off the heater. Sure, turning the heater off.
بالفيديوهات الاتي حبلش استعمل الانتليجنت هوم سنتر، وحاعمل فيديوز اكتر عن هيدي الابليكيشن لورجي شو فيها اوبشنز وشو فيها فيتشر فينا نستخدمهم لنقدر نعمل كنترول ونعمل تنظيم اكتر على اجهزه الهوم اوتوميشن تاب على برود لينك عنا بالبيت. بتمنى المعلومات اللي حكيتها تكون كانت مفيده لكم، واذا عندكم اي تعليق او اي سؤال استفسار او اي شيء بدكم اياه فيكم تتركوا لي كومنت بالكومنت سكشن تحت، او فيكم ترسلوني وتحكوني خلال المعلومات اللي حطيتها بالديسكريبشن سكشن لتقدروا تتواصلوا معي. واكيد اذا عجبكم الفيديو بليز اعطوني لايك واعملوا سبسكرايب للشانل تبعي مشان تعرفوا باي فيديو جديد بينزل لي. شكرا لكم على المشاهده، باي باي.